في هذا الفيديو أنا أتكلم عن مفهوم بسيط إداري ولكن مهم جدا للإداريين والفنيين في الإدارة. الأنشطة والمهام. البنية الأساسية للإدارة في إدارة ممتازة يكون تعريف الأنشطة والمهام في المشروع أو المنشأة. الفرق بين الاثنين، النشاط هو عمل تكرار، مثال المشي. أما المهمة فهي شيء متفرع من النشاط، تحتاج نشاط عشان توصل لهدف في مهمة معينة. فأنا أمشي أروح المؤتمر، أمشي أروح المحل مثلا، أمشي أروح السوق، كويس؟ أنا مشيت هذه أكتيفيتي لكن وصلت لهدف معين. الآن الهدف على غير النشاط بيعتمد على المهارة والمعرفة باعتماد نوع المهم، تمام؟ فهنا دائما نتكلم عن المهارات، وهنا نتكلم عن الانتظار.